سيدنا ما شاء الله سيدنا ما شاء الله الله ينصرك شعار ديالنا الشعر الملك هو قرار الله الوطن الملك هذا هو شعارنا هو اللي بقى لنا هو اللي بقى لنا الله الوطن الملك. السيد خويا عبد الحق عامل بمعامل الاجر السنوي. حنايا باسمي وباسم جميع هاد العمال هادو اللي تقريبا هما 150 عامل، جات السلطات المحلية سدات لنا الوزين ديالنا بدون سابق انذار. احنا كنبغيو نتفاوضوا مع الإدارة ديالنا، باقا ما عطانا حتى شي حل لهذا المشكل. وحنا جميع العمال كيطالبوا السلطات المحلية والإقليمية باش يحلوا لنا هذا المشكل، ونعرفوا حنايا فين روسنا، واش وشكون اللي مسؤول علينا، وشكون اللي غادي يعوضنا في هذه السنين كلها اللي خدموا هاد العمال هادو. كاين الانسان اللي هنا اللي خدام تقريبا 30 عام وعنده اسر تابعه من موراه، وراكم كلشي كتعرفوه. الانسان راه خدام بواحد الاجر. المشكل ديالنا هو اننا نطالب بحل المشكل ديالنا، لان اللي كيتمثل بان احنا ما لقيناش شي حل اخر، باش ما لقيناش شي حل باش ناخذوا المستحقات ديالنا. حنا ما عرفناش الطريق اللي غادي ناخذوا دابا. حنا بان هاد الوزين تسد، ما عارفينش حنا اصلا علاش تسد. هو مسدود والعمال ما عارفينش شنو المستحقات ديالهم اللي خصهم ياخذوا. لذا كنطلبوا بجميع الناس اللي مسؤولين اللي واصل المسؤوليه باش يحاولوا يعطوا على الاقل بعد الناس ديال المستحقات ديالهم. هم غادي يبقاو متشردين، غادي يبقاو. لا احنا جايين على اساس نشتغلوا، احنا جايين باش نستغلوا السلطات حبستنا. ما خصناش قال لك ما خصك تدخل الداخل، ممنوع عليكم تدخل الداخل. لذلك احنا متجمهرين هنايا على اساس باش الراي العام يشوفنا. تواصلنا مع المسؤول قال لك انا بحالي بحالكم كنتسنت انا باش يفكوا معايا ونفكوا معاكم، وحنا ما عارفين حتى شي حاجه. انا لحد الساعه باقي حنا ما عارفين حتى شي جديد، باقي ما كاين. حنا باقيين ما عارفينش الجهه اللي غادي نتبعوا. حنا واقفين دابا من نهار السبت واقفين، من نهار السبت واقفين. باقي حتى شي محاور رئيسي ما تحاور معنا. حنا كنطرقوا في الابواب وباقي حتى شي المطالب ديالنا، وان جميع العمال ياخذوا المستحقات ديالهم وما يضيعوش فيها، لانهم كل واحد عنده عائله تابعه، وكل واحد عنده مصاريف تابعه، وعارفين الغلاء اللي كاين في المعيشه الاولاد دابا، عارفين بزاف ديال المعامل اجور السلاوي الكائن بالولجه، منطقه تسمى بالولجه. نهار ثلاث كنتفاجئوا باننا تمنعنا من الدخول للمعمل باش نزاولوا العمل ديالنا مع السبعة ديال الصباح. تلقاو السلطة هنايا حابسانا اننا نتزاولوا العمل ديالنا. دابا حنا ولينا موجودين بين نارين، بين نار السلطة اللي منعانا اننا ندخلوا نزاولوا العمل ديالنا، ونار الباترون ديالنا اللي قال لنا انا ما مجريش عليكم. حنا دابا بغينا نعرفوا فين هو الحقوق ديالنا، واش نخدموا ولا نبقاو على برا. إلا كنا غنبقاو على برا بغينا شكون اللي غيعوضنا، شكون اللي يعطينا التعويضات ديالنا، لأننا حنا كاينين الناس اللي خدامين 25 عام 30 عام، اللي كاين اللي خدم حياته كاملة هنا، كاين الناس اللي غادي يفقدوا هنا العمل، كاين اللي ما يعرف ما يدير، كاين اللي كيعرف يشارجي غير الياجور، كاين اللي كيدير لا ميكانيك، كاين الناس تقنيين، كاين الناس عمال، كاين مجموعة ديال العمال اللي ما يعرفوا ما يديروا إلا خرجوا. طالبوا حنا غير الحقوق ديالنا، وشكون اللي غيعطينا هاد الحقوق ديالنا؟ واش السلطة ولا رب العامل؟ هادشي اللي كنطالب. المسؤول ديال الشركه تيقول لك انا ما موقفكمش، تيقول لك انا ما موقفكمش، السلطه اللي موقفاكم. السلطه عاوتاني ما كاينش معاها متواصل، حتى واحد ما جا تواصل معانا لحد الان. دابا حنا من نهار تقريبا اثنين كان جور فيري ثلاث السبت، نورمالمون السبت كانوا جاو بداو تيسدوا، ولكن باش باشرنا حنا العمل نهار ثلاث، لان يعني اثنين كان جور فيري ثلاث حبسونا، حبساتنا السلطه ما تواصل معنا حتى شي واحد لحد الان، باقي ما تواصل معنا حتى شي واحد. رب العمل تيقول لك انتم ولا بغيتوا تدخلوا تخدموا، ولكن هضروا مع السلطه.
السلطه ساده ثلاثه ديال البيبان ساداهم علينا ما لقيناش منين ندخل. الرساله ديال المسؤولين والناس اللي مسؤولين علينا انهم يشوفوا في حال هاد الناس هذا، لان حنا الطبقه الشغيله مهمشه بزاف، وعاد زاد هاد الوضعيه هادي اللي غادي تزيد تغطح لنا في الحقيقه. اللي كاين حنا نهار السبت جينا مع الصباح خدامين ما علينا ما بينا، تاجا الوالي قال لك اودي حبسهم الناس مشارجين العطاشه وهادي مشارجين سلعتهم حبسوهم هنا حتى الربعه ونص تقريبا خرجوا. لا غد جينا نخدموا حنا حبسونا قال لك اودي راه انتم محبوسين. ملي درنا مع مول الشركه المعلم ديالنا قال لك اودي هاد الناس قال لك راه دوزين محبوس من 6 شهور. ملي درنا مع المعلم ديالنا تيقول لك حنا ما عطينا حتى ورقه بلا راه محبوس. الهضره بالفم ما كايناش، انا يهضروا معايا بالوراق. الناس خدامه بولاده كاين اللي دار 30 عام كله شنو دارب، الناس مسلفه من ابناك، الناس كاريه تيجي يوقفوا من نهار السبت ما كاين لا تعويض لا حتى حاجه. تيقول لك بلاتي نشوف واحد يومين نشوفوا الوالي شنو غايدير معانا. المعلم مول الشركه ما عطيناش ورقه ديال الاغلاق، ورقه الاغلاق الوراق باش غيهضروا معاه ما عطينوش. هما تيقولك راه حنا حابسين 6 شهور هو ما عطينوش ورقه ديال الاغلاق باش يسد زعمات ويتفاهم مع الخدامه وباقي الاشغال ديالو. هو هو عنده سلعتو هنايا، عنده كريديات بزاف الحوايج وما فهمناش هادشي جا على غفله. راه حنا مضرورين، حنا المطالب ديالنا بغينا يفكوا معانا. لا قال غيحبس هاد الوزين اصلا محبوس وفكر معاه يفكوا معانا، حنا بغينا يفكوا معاه هو يفكوا معانا حتى حنايا، ما يخليوناش بحال هكا. ما بغينا حتى واحد ما يدير، كل يعرف شنو يدير. احنا دابا واقفين، ما احنا من خدامين ما احنا من قاعدين، اليوم 3 ايام احنا واقفين. واش اللي تنتمناو؟ عاش الملك. هادشي اللي كاين. اولا السلام عليكم. كنشتغل في هذا المعمل الاجور سلاوي، حبسونا سيدي من نهار الصبح، حنا ما فرشنا حتى شي حاجه مع السبت والحد والاثنين ما كاينه خدمه. ثلاث كنتفاجئوا شدوا عندنا هذا الباب هذا، ما كاينش اللي يهضر معنا لا تعويض لا هذا، بغينا شي مسؤول اللي غادي يتذكر معنا. ما فهمنا شيء. المشكل هذا المشروع هذا هو واقف حدا كما فهمتي، كما سمعتي الاشتغالات حداه، وكاين الناس هنا اللي مساكن مشرد، كاين اللي كاري الله يحسن العوان، كاين اللي عنده الاولاد ديالو، كاين اللي عنده كريدي في البنكه. وما فهمناش هاد الناس هادو ما داروا معنا حتى شي حل. كاين اللي عنده 16 عام 20 عام 30 عام، انا حاليا 33 عام فهمتي، من 33 عام سالا 33 عام راه ما ساهله شيء. وكاين نعم قالوا المسؤول الشركه، المسؤول الشركه تيقول لك تيتفاهموا معايا ونتفاهم معاكم، هادشي اللي تيقول هو. والله يهدي هاد الناس هذا وصافي. انت كتشوف حنا في هاد الشموشات هادي، حنا ما بغينا نتعايبوا مع حتى شي حد. انسان بغينا كل واحد يعطي النصيب ديالو يمشي يخدم على وليداته الله يسهل عليه. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.